أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر، هذا البرنامج الذي خصص للبحث عن هموم المواطنين وإيجاد الحلول بإذن الله تعالى. برنامج أبشر هو برنامج يعرض على قناة الأيام المباركة، وإن شاء الله سيكون بخدمتكم في كثير من المفاصل، وسندخل أروقة الدولة ووزاراتها، ونذهب إلى أبعد مكان، أبعد نقطة بالعراق من أجل إيصال الصوت وأيضاً مناقشة المسؤول عن هذه النقطة، فيما إذا كان قد قصر في تقديم الخدمة وما هي الأسباب إلى غير ذلك. المهم إيجاد الحلول ومناقشة ما نجده سلبي ومؤذي لحياة المواطن العراقي ولإنسانيته. وبالتالي اليوم احنا ما زلنا متواجدين في بابل، مثل ما قلت لكم في الحلقة السابقة، في بابل وفي منطقة الإسكان الصناعي، مثل ما تشوفون مجمع سكني، يعني أنا أشوفه قديم متهالك، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تقديم خدمات. يعني يصير مسؤول في بابل من يجي يمر منا من هذا الشارع ما يشوف هذا المجمع السكني، ما يقول هذا المجمع السكني كم عمارة بي، وبالتالي كم شقة بي، وبالتالي شنو الخدمات المتوفرة لهم، أكو مي، أكو مجاري، أكو كهرباء زينة، زين مدخل هذا المجمع السكني لطيف بهذا الشكل. أستاذ جعفر لطفا يعني بس خلي يطلعون المشاهدين والمسؤولين، مو منطقي، مو منطقي ابدا. بالتالي يعني نفايات، مدخل مو جميل، ادغال، راح ندخلكم جوا، راح تشوفون اكو مياه آسنة. ما يصير هالشكل، ما يصير، لازم اكو جهات. يعني هذا مجمع سكني سموه الإسكان الصناعي، المفروض أكو بلجان، وهاي اللجان تتابع صلاحية هاي البنايات، زينة مو زينة، صالحة للسكن مو صالحة للسكن. ذول العوائل العراقيين إيش محتاجين؟ أنا متأكد أكو بيهم شهداء مقدمين وكل شيء على كل. بالتالي إحنا جينا لهذا المكان حتى نسلط الضوء، نلقي الحلول بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضاً بنفس الوقت حاول نشوف يعني منو شنو بزعنا من رخصتك. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون صح؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. شلونك؟ مشكله مشاكل المنطقه هاي وايد ترى. اي تعال هنا نبدا بالكهرباء. اي الكهرباء على اساس خصصوا، شو اسم هاي المنطقه؟ الاسكان خصصوا لنا على المحافظات، كان الصناعي. اي خصصوا لنا على المحافظات المتضرره بانه ان منظومه جديده، المنظومه الجديده شدوها بشكل عشوائي، وافقنا على الشكل العشوائي. وين شدوها؟ هي موجوده بالمنطقه، سلكوا الاسلاك فقط كملوا الاسلاك يا رحمه الله، صلوات على محمد، راح تنشد لنا منظومه جديده، لان بس تغيم قطعوا الكهرباء. تساله يابا انت ليش ما نشد المنظومه الجديده؟ والله المحولات انوخذت. زي المحولات منو اللي اخذها؟ الكيبلات منو اللي اخذها؟ وين انباقت؟ تحاسب من؟ ما تقدر تحاسب احد، يا هل تحاكي. انتهينا من هذا الموضوع. يوميا نؤجل باكر وعقبه وبعد شهر وبعد شهرين واحنا مبنجين. منطقه مهمشه. انتهى هذا الموضوع. صار لك ايش قد ساكن هنا؟ انا من ولادتي هنا. خلص هذا الموضوع. صلوات انشملنا بالتبليط المحافظات المحرره. التبليط تلزيق اول ما مطره تنشلع. هاي التخسفات اذا تقدر تصور لي اياها. تخسفات بالشارع. تروح للمقاول والله يقول لك المقاول وقع العقد والله وياه. انتهى هذا الموضوع. سوونا على اساس مرة الاولى كملوا بس حصل مجرد تبليط صفر. خلص هذا الموضوع. قالوا راح نسوي لكم التخسفات مع المجاري ونعيد المجاري. سووها 3 ايام عدل وروح تسأل اللجنة. دفعوا بي اول دفع طقة المجاري. كهرباء ماكو، منطقة معدومة.
مي ماكو. تحكي على المجمع السكن. المجمع السكني عام، الاسكان الصناعي. كهرباء ماكو، مي ماكو، خدمات ماكو، الطلاب كتب ماكو، منطقة شبه منكوبة. انتهينا من هاي المواضيع كلها، عندك هاي المزابل. يجي لك واحد نظف له بمكناسة، صور، تم الإنجاز، صلوات على محمد، خلصنا من هذا الموضوع. عندك أبقار بالمنطقة هسه إذا تقدر تفتر تصورها بالخمسين ستين، الطب البيوت. تروح لأي مسؤول، تروح لأي مسؤول يقول لك والله أنا ما أقدر أحاسبه. جواميس وهوايش وباو حق، شوف هذا راح يطب بيتنا هذا الزرع. يعني شنو دور التنظيف؟ شنو دور؟ ليش ما مثلا انتم بيناتكم جمعتوا فلوس ونظفتوها يعني؟ يا هل تروح له، رحنا المدير الناحي يقول مو مسؤوليتنا، انتم تابعين للشركه. زين الشركه تفضل لصناعه السيارات الميكانيك. زين هسه لمن تروح؟ لمن تحكي؟ زين ما يشوفون الحاله هم، خلي يطوك كهرباء هسه. هاي المحوله يوميه طاقه بسبب الدواب اللي يطب لنا لهنا. يعني هسه انتم اذا تابعين للشركه، اذا انتم تابعين للشركه مال سيارات، تمام لو مو تمام، يعني هي المفروض تنظف وتسوي وترتب وتكذا. تاخذ اجور، تاخذ اجور، تاخذ من المواطن، من عندنا تاخذ. تقطع لان هاي المنطقه سكنيه مجمع حكومي، تاخذ من عندنا خدمات. وين الخدمات؟ وين تقطع من رواتبكم؟ نعم رواتب تقطع. وانطيك الطامه الكبرى، خلينا نتمشى بالزحمه، انطيك الطامه الكبرى. المنطقه المفروض تدفع اجور كهرباء. طيب المنطقه هسه ذاك اليوم ابو كهرباء الوسط يقول راح اقطع الكهرباء عنكم. يا بل ليش تقطع الكهرباء عنا؟ المنطقه مطلوبه فلوس كهرباء. زين انا جاي اسلم للدوله، وين ودت الدوله الفلوس مال الكهرباء؟ وين راحت؟ الميكانيك جاي تستلمها والسيارات جاي تستلمها، جاي تستقطع من المواطن. زين الفلوس اللي انا جاي اعطيها، الملايين جاي تستقطع، وين راحت؟ اذا انا مطلوب لابو كهرباء الوسط، الف علامه استفهام بهاي المنطقه. ادري بس انتم عيوني هم لازم انزل بلا زحمه عليه. لا هذا ينفوه، يجيك ابو حزب ينفوه، اخذ له صوره. لحظه استاذ، بلا زحمه عليك. انجاز انا اريد اسالك، انت مبين قلبك محروق. طبعا منطقتي وهذا شخص اطفالي. اي وهذا الشخص اللي قلبه محروق، الكلام نابع من تجربته المؤلمه، يعني هو عايش بهذا المكان، مستقبل اولادي، وبالتالي هذا المجمع السكني هسه دا اشوف اكو بنايات متخسفه متهالكه. توقع والله تروح تحاكي الدوله تقول له يابا انت المفروض ترمم لي، طلع عماله ورمم، وهي اراضي حكوميه. زين مو المفروض اكو فد لجنه، لجنه تجي مسؤوله، بس اسمح لي، بس اسمح، بس اسمح لي، مو مساله كبار، لا، لجنه بها مهندسين وخبراء، اللي مهندس كهرباء، اللي انشاءات، اللي كذا، وبالتالي ما اعرف يصير فد تنسيق بيناتكم، يستقطعون فد مبلغ من عندكم، يصير فد اليه عمل حتى تنصبغ هاي البنايات، ما تصير بهالشكل هذا. المفروض فيكم ليش متر عوف كبلد؟ انتوا مو تابعين للميكانيك وسيارات، تمام عزيز؟ انا الدوله جاي تستقطع مني مبلغ. قد تستقطع؟ صيانه زائدا مجاري زائدا كهرباء شهريا من كل شقه او من وحده سكنيه. كل وحده سكنيه من 20 الى 50 الف، هاي خدمات زائدا كهرباء زائدا ما. الفلوس وين جاي تروح؟ ما ندري. تروح تحاسبه يقول لك والله انا الشركه مطلوبه. زين انت برايك، خلينا نكون شوي واقعيين، هاي ال20 او ال50 الف تكفي؟ طبعا تكفي استاذ العزيز، لانه انت ما راح تسوي صيانه لكل المنطقه، صيانه الوحدات السكنيه على ابو البيت. انت الصيانه اني جاي اسويها، اني ما اريد منك غير شغلتين، اعطيني كهرباء واعطيني مجاري، كل شيء ما اريد منك الباقي، اعطيني تبليط، اعطيني خدمات. مجاري ابو الثمانيه صار له 50 سنه، ابو الثمانيه مجاري تكلسات هسه كل الموجودين يسالهم من تمطر من تمطر الدنيا شو يصير عندك؟ البيت يفيض، تطفى الكهرباء، برا ما تطفى الكهرباء فاضت البيوت، انت لازم تشوف لك مكان تله لازم تقعد بيها بالبيت. زين انا اريد يعني ندخل داخل المجمع السكني حتى المسؤولين يطلعون، المشاهدين يكونون على درايه، فبعد اذنكم خلينا نتمشى. لا هذا المنهول اللي بنص الشارع حسن الفايض، تروح للجنه يقول لك والله ما فارغ، الصاروخية لازم تعطيها فلوس غاز. صح لو أنا غلطان ست؟ السلام عليكم. صح لو أنا غلطان؟ خليك الله يحفظك. أريد فلوس غاز، وإذا ماكو فلوس غاز بداية ممكن تعرفينا بنفسك؟ أنا سهيلة عبد الرضا اللامي،
عن قائمة ابشر يا عراق رقم 143 تسلسل 4. طبعا أنا من سكنة شمال بابل الأسكان الصناعي من السبعينات، وعندنا اطلاع طبعا على مشاكل المنطقة. هاي المنطقة الأسكان الصناعي مجمع حطين يشتركون نظام خاص أنهم تابعين لوزارة الصناعة المتمثلة بشركة العامل السيارات والميكانيك، ومجمع حطين تابع إلى هيئة التصنيع العسكري سابقا. فذول نظامهم خاص تابعين لهاي الشركات، خدماتهم إداريا وقانونيا لتلك الشركات. كانت بالسابق قبل السقوط كانت الشركة قائمة بأعمالها بشكل صحيح، لأن كان عندها القدرة تقدم الخدمات. ورا 2003 توقفت هاي الشركات حالها حال كل القطاعات اللي تعطلت، يعني الزراعة وكلها توقفت فترة سنوات عن العمل. بعدين رجعت اشتغلت بنظام التمويل الذاتي. التمويل الذاتي طبعا قدرتها كانت ضعيفة، ما تقدر تمول انه تقدم خدمات للمنطقة، كانت يا دوب تطلع رواتب الموظفين، فصارت بعد ما عندها قدرة انه تقدم الخدمات. هاي المناطق طبعا بالسبعينات كانت كل وحدة سكنية كل بيت بنفرين ثلاثة، وكان الخدمات مقدمة على أساس هذا العدد يعني البسيط. بمرور الزمن أصبحت هاي عوائل، يعني الشطار بالعوائل، صار كل عائلة عائلتين وثلاثة، إذا كان 4 نفرات صارت يمكن 12 نفر بالوحدة السكنية بالبيت الواحد، فصار ضغط على شبكة المجاري، على الكهرباء، على المي، فأصبحت هاي اللي أي نعم نعم العفو بس لطفاً تعال نعم لا طبعاً هي عمارات، يعني هي أنا أعتبرها يعني بالتصنيف آيلة للسقوطية. كان المفروض يعني على المحافظة، طبعاً إحنا بخصوص هذا الموضوع أنا كنت عضو مجلس محافظة سابق، قدم الطلب إنه هاي تتحول كخدمات إدارية تتحول للبلديات. قدمنا الطلب، كتابنا وكتابكم للوزارة البلديات، قالت إحنا شنو نطلب تتحول ملكيتها إلنا من وزارة الصناعة والمعادن، يلا نبدي نقدم الخدمات إلهم. وزارة الصناعة ما استقبلت الموضوع، يعني قالت لأن هاي عملية صعبة ويراد لها إجراءات مطولة وهذا، فيعني كتابنا وكتابكم وتعطل الموضوع طال، يعني ما صارت بي نتيجة. يعني أنا إن شاء الله إذا الله كتب لي إنه يعني عضو مجلس محافظة مرة ثانية، إن شاء الله أستمر بهذا الموضوع، عسى أنه أحصل نتيجة مرضية، يعني حتى إيصال الخدمات بشكل صحيح وكامل لهاي المناطق. إيصال خدمات بشكل صحيح وكامل لهاي المناطق، يعني مثلا هسه يعني شو راح تسوي؟ توحدين مثلا مداخل العمارات؟ أنا شوف من أدخل هاي المناطق، هي منطقتي طبعا، أنا ساكنة بيها من السبعينات، اللي شوف هاي المناطق هيجي يعني كان يعني شيء يصير بقى شيء الفكره يعني مو منطقي، كل واحد ماخذ مسافه فعلا ايوه، وهو لان غياب القانون، عدم تطبيق القانون وعدم تطبيق التعليمات والضوابط هي اللي ادت لهاي النتائج. صارت اكو افراد يتجاوزون على الرصيف وعلى الشارع وعلى الساحات الخضراء، بدت تاخذها بعض الجهات، بدت تستثمر الساحات الخضراء لمصالحها الخاصه، يعني سووا مجمعات سكنية وسووا أشياء ترفيهية خاصة بها، يعني خاصة مو حكومة مو عامة للمواطنين. أنا الفكرة عندي يعني إذا الله كتب لي صرت مرت اللخ عضو مجلس محافظة إن شاء الله أسوي هاي كلها، أرتبها أسويها حدائق عامة. ليش؟ أنا أهل الشقق اللي ساكنين بالشقق ما عندهم فسحة كحدائق عامة أو خضار يقعدون بيها ومكان حلو، يعني هي المساحات موجودة بس ما مستغلة صح؟ ما مستغلة فعلا. ناس هنا وعدتهم إن شاء الله وألعاب للأطفال اللي عجبه مثلا ما يريد مثلا يظل قاعد بالبيت بالشقة، يجي هنا يغير جو، مكان بارد يصير لأن أشجار تنزرع. تمام، يعني أستاذ أنت سمعت المواطنين ومشاكلهم والمعاناة اللي يعانوها، يعني من قلة الخدمات من الوضع. تصور هسه هاي هنا هاي قدامك مثل هذا بوره مكسور صار لأشهر، ما أي جهة ما اتحركت على الموضوع، وبوقت الشتاء هذا طبعا كلها تنمل ومي تصير تفيض، هذا فماكو حلول. يعني حتى الحل البسيط ترقيع، حلول ترقيعية ما تفيد، يعني ترجع المشكلة مرت له. فهو الحل هو الحل لهاي المناطق انه هي
يكون الحاق بال بالبلديات. هو احنا ان شاء الله احنا كمجلس المحافظه مجلس تشريعي يعني مؤسسه تشريعيه ان شاء الله نحاول ناخذ قرار بالحاق هذه المناطق الى وزاره البلديات. زين عندك مشكله انت سمعت تعال اتصور انت قبل شوي تطرقت لصيانه المنطقه اخذت صوره للبناء الناس جاي تبني هذا كله على حسابها الخاص زائدا اكو لعبه جاي يطرقوا لها كل 4 سنوات بالمنطقه يلعبون على هذا الوتر يا اللي يجيك يقول لك انا راح املك لك ماشي يابا جاب سندات وزع اجل الكتاب يمكن الست عندها علم بهذا الشيء اجل الكتاب راح في هاي ليش هاي الشقق ايجار تابع للحكومه ايجار والله ما شيء رمزي هو ما يتجاوز يمكن 30,000 ايجارها ما يتجاوز 30,000 لانه حكومية ما يتجاوز 30,000 ايجارها استاذ العزيز اسم واحد يقول هو 30,000 اي تقعد تضيف انت كم فلس من عندك مرمم جاي نرمم احنا اوكي جاي نرمم قابلين بالوضع بس الواقع العام من بس انت ما تقدر تقدر تاخذ هاي هسه العماره براك هاي مفلشه هاي هاي مفلشه هاي مفلشه تشوفها يعني يعني لا مصبوغه لا مرتبه عليكم السلام هاك هناك زائدا خلنا نحكي بالواقع زين هاي النفايات ليش شيء ماكو يعني مثلا يتفقون ويا فد جهه من البلديه تجي تشيل هاي النفايات اكو اكو ماكو مدخلكم اكو اكو موجود اللي دا يشتغل ودا يلمها وهم على حسابنا الخاص يعني كل شهر جاي ندفع اهلي كل شهر جاي ندفع 5,000 من كل بيت يعني احنا هذا الوتر مال التمليك اللي ملينا منه كل 4 سنوات يجيك وجاب السند يعني ورد السند انه يملكوها إذا تملكت راح تتحول على البلديات وراح تتحول على البلدية راح تنتهي كل مشاكلنا لأن أكو أكو صيانة أنا هسه من أروح لأبو الشركة يقول لي والله أنت مو عليه أروح لأبو البلدية يقول لي والله أنت مو عليه زين يا عالية من أستاذ العزيز على منو هنا نسأل سيد سهيلة وإذا يعني هسه هو الواحد يتساءل ومنحفل أنا هسه بالنص والله يقولي حل هو الحل يعني هسه املهم بيه طبعا ان شاء الله بظل وبيه ان شاء الله اذا صرت عضو مجلس محافظه قلت لك راح نقدم مقترح نقدم انه تتحول ملكيتها الى وزاره البلديات ونحاول توصيات الى الوزارات والعمل احنا متواصل نحاول ننقل ملكيتها للبلديات ونخلص من هالمشاكل كلها لا ما يطلعوهم لا اكيد ما يطلعوهم طبعا هو كل حق كل مواطن له حق انه المكان للسكن سهيله انت قبل السلام عليكم شلونكم اغاتي شلون الصحه مرتاحين ان شاء الله انتم من سكنه هاي المنطقه لطفا سؤال بلا زحمه عليك ولو انت شايل يعني هاي ليش ما ليش مهمول هذا المجمع السكني شنو السبب السبب هذا المجمع السكني اصلا ما تابع للبلديه تابع للشركات وبالتالي انه الشركات سابقا كان عندها اهتمامات بهالشغله هذه حاليا الشركات انه راح تعبان حقيقه المادي فبالتالي انترك نهمل زين انتم ليش ما رتبتوا بيناتكم يعني هاي مساحه كبيره وحلوه بس الحداقه انا اقول لك صحيح ما قدرت تترتبوا فتشفل ويجي هاي شيله كلها فتره نسوي بين فتره وفتره وين هسه اكبر لا لا منك نجيب نشترك احنا وهم ترجع نفس الحاله احنا يعني هو راتبك محدود يعني كل 3 أشهر 4 نسوي لها حمله عليها وترجع نفس الشيء يا مو هاي مثلا تصير بيها طبعا انا اقول لك هسه بيها حيوانات تشرب ومو بس هيك كل فتره تحتري بالتالي انت تعرف انه احنا هسه هنا اللي ساكنين طبعا مو بس تابعين الشركه صارت انه من مختلف الوزارات خلينا نقول والدوائر بالتالي احنا كليتنا لا مو بس سيارات حاليا يعني المنطقه هي السيارات هي السيارة كمجمع كمجمع مسؤول عليها تابع للسيارات نعم. بالتالي ما يصير عندنا اتفاق كليتنا انه نتفق على شغله واحده تعرف انت من نصير احنا هواي ما نتفق اي ما خليت وزاره الصناعه والمعادن رواتبها تعبانه كلش يعني بس اسمع اي حبيبي على عيني وراس كلامك لكن المفروض اكو من عندكم اشخاص يعني هي صحيح المفروض من عندنا اشخاص يرتبون الوضع يتحركون باتجاه أعضاء مجلس محافظة نواب للبلدية ما أعرف شنو وما يصير ما حد يتدخل يقول أنا ما علي وفلان وهاي اللغة مالتنا لازم نغادرها ابن عمي تمام لو مو تمام هذا يقول أنا ما علي وذيك تقول أنا ما علي ليش أنا أدفع وفلان ما يدفع بس ما عندهم كان راتبة قليل يا أستاذي أي هسه ما يخاف يعني الخمسة والعشرة اللي ينطيها تكرمان نفايات 5 ما أدري ما ليش 5 هذا مأثر عليه خطية هسه مو قاعد مجانا تقريبا أي تقريبا
تقريبا مو إيه. لو تدفع 20 ل 30 إيه. لا لا ادفع تقريبا 20 25 يعني اخو المجانا اي اي فيعني منطقيا لازم واحد شويه يفكر منطقيا بس هي اولويات انا همي امضح العمر كله باقي على هالراتب وأخدم وطني يعني مو يعني انت مجرد تواجدك بالعراق هاي تضحيه رحم الله والديك والله العظيم صدق قطعه ارض انا لحد هذا العمر عن 33 سنه خدمتي ما محصل قطعه ارض استاذ العزيز تتصور يا استاذي يعني زين والجهاله تريد المدرسه تريد كلها تريد والمولده يريد كلها تريد والله منك والله مو بيت تقول لك مجدي واقف لك بالباب جيب جيب اولويات والله العظيم بيها اولويات يعني هسه احنا مثلا اخر شيء المواطن ترى احنا عندنا مسؤولين هنا مو صحيح سواء بالشركه او حتى تصير بادره من البلديه او تصير من اي مكان اخر مو اولويات اول مره المسؤول ثم المسؤول اذا عجز والدوله ما شاء الله امكانياتها كبيره ترى قطع اراضي لحد الان ما مطيناها واذا يعطونا يسوون علينا مزايدات وريد الاهتمام بالمنطقه حقيقه ها يعني هسه اهتمام تحول الى وزاره البلديات راح تصير من ضمن مثل بقيه الوحدات الاداريه دائما هاي مع احتراماتي لك كل مسؤول يجينا ماكو هم يأملنا احنا انا اتذكر قبل حوالي 8 سنوات جانا واحد مرشح والله جاب لنا ظروف قال روحوا راجعوا للسندات ها حتى تتملك وبالتالي الرجل انه راح بعد ما شبله سيد سهيله بالتالي اللي يقولون منطقي جدا ويحتاج الى يعني اصرار واراده كبيره من اجل الوصول الى حلول لهذه العوائل التي تسكن في هذا المجمع السكني الصناعي اللي هو تقريبا اعدادهم كبيره وبعض البنايات جيده مو كلها بعض البنايات جيده اما الباقي لا كلها بحاجه الى ترميم واعاده زين ماكو امكانيه مثلا تتفلش وحده وتنبني وحده بمكانها مو هذه لا احنا شوف اول اجراء نسوي ان شاء الله نقدم الطلب انه ننقل ملكيتها من ننقل ملكيتها راح تصير كل خدماتها تقدم من قبل وزاره البلديات بهاي هو هذا الحل يمكن هو يرضي المواطنين من تتملك وتصير خدمات تقدم خدمات ترفع هاي النفايات هاي الكلاب السائبه اللي موجوده هم دوائر البيطره تهتم بهذا الموضوع من تتقدم الخدمات هو بعد المواطن شي يريد ترى هو المواطن طلباته بسيطه انت قلتي لي قبل فتره انه انت كنتي تشتغلين عضوه مجلس محافظه في دوره سابقه مو يا سنه بال 2009 الى 2013 شنو اشتغلتي هو أنا كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان منظمات مجتمع مدني نعم. ويعني اشتغلت هواية وشؤون المرأة نعم. فأنا عندي فكرة أنه أنا أفتح مكتب لشؤون المرأة يكون مرتبط إدارياً بمجلس المحافظة تعرف لأن المرأة لها دور عظيم بالمجتمع وأنا أحب أهتم على ذكر منظمات المجتمع المدني عندك ملاحظات على عملها؟ والله منظمات المجتمع المدني هي وفق القانون هي تعتبر مؤسسة غير ربحية لكن بالواقع لا يعني ما نقول الكل بعض المنظمات لا عملها كله هو ربحي هو القصد من عندنا أكو عندنا منظمات مجتمع مدني تشتغل باسم يعني خدمة المواطن العراقي لكن بالواقع هي لا تهديم هيكل العائلة العراقية مثلا أو مثل هيك شيء أكو هيك منظمات بس هي عددها قليل أحد يتابعها؟ لا مع الأسف يعني إحنا كنا بديك الدورة السابقة قدمنا يعني معلومات وتقارير للجهات المختصة إنه أكو منظمات دسيء استخدام اسم المنظمة لأغراض يعني سيئة ومضرة للمجتمع لكن ما مدى نشوف أكو استجابة للموضوع يعني إن شاء الله بالدورة هاي الجديدة إن شاء الله إن شاء الله راح نبدأ نعمل بشكل أكثر قوة يعني أنا أشكرك جداً أنا أشكرك توفيق للجميع مشاهدينا الكرام يعني احنا مثل ما شفتوا هذا مجمع الإسكان الصناعي اللي تابع إلى سيارات تمام إلى وزارة الصناعة خلينا نقول ومجمع سكني بعدد غير قليل من الشقق العوائل العراقية ولكن بناء قديم تعبان متهالك البعض طالب مثل ما شفتوا أنه تمليك هذه الشقق يقول لك أنا صار لي فترة طويلة اللي خادم 33 35 سنة واللي خادم واللي مقدم واللي كل شيء بسوي وما عنده قطعة أرض على الأقل ملي كل هي مو صعبة تمام بالإضافة إلى ذلك إنه الخدمات ماكو فد مرفق مريح المواطن العراقي يقدر إنه يعني من يطلع من شقته ضايج يريد يلعب مثلا طابة يريد يلعب فد سلة أكو فد أشياء لطيفة يغير يحرر طاقة سلبية
من جسمه. المفروض هنا أنا كلها تكون يعني اكو دا تشوفون يعني دا تشوفون قدامكم اكو مساحات كبيرة مهمولة لو مي لو مثلا مثل ما دا تشوفون هاي بهاي الجهة مساحة كبيرة. هسه ربما مسؤولين يباعون يقول لك والله هاي بيها خوش واحد يبني بيها من جديد هنا ويبيع لو ما شي يسوي. لا عمي لا، هذا مجمع سكني المفروض هنا يصير يعني تفكرون بأشياء تفيد الساكن هاي المنطقة، تفيده للمواطن، مو مياه آسنة، بوري صار له أكثر من سنة مكسور وهذا الماء هيك بهالشكل هذا، شنو هاي معناته؟ وين اللجان؟ وين البلدية؟ غير المفروض لا والله أنتوا بصنا إحنا ما علينا، أنتوا ما منشورين علينا، تعالوا عمي تعالوا هنا حتى لو تستقطعون مبلغ قليل، أجي أشوفهم نفايات أكبر، نفايات موجودة بكل مكان، هاي شو وقت نغادرها؟ بالمدخل، بالمدخل أول ما دخلنا نفايات. وهنا نفايات وتروح لي قدام نفايات وهايك وراك هناك نفايات وهناك لي قدام أمك نفايات. شنو هذا المنظر؟ مسؤولية منو؟ أبو الأمانة يقول أنا ما علي ما يخصني، أنتوا مو يمي يا وزارة الصناعة، تروح على وزارة الصناعة يا بدي حولنا هنا. لا والله فعيوني أكو فد أمور معينة المفروض تلقوا لها حلول سريعة، حلول سريعة. أملنا كبير بالأخوة اللي إن شاء الله يترشحون لخوض انتخابات مجالس محافظات، وأتمنى مشاركة تكون كبيرة، مشاركة تكون جيدة، تختارون الشخص النزيه، الشخص الآدمي الوطني اللي يشتغل مو الفليف ما يأخذ فلوس ما جاء على مود المنصب. تظرونا بعد الفصل. أهلا بكم من جديد مرة أخرى. طبعاً بالجزء الأول كنا في منطقة الإسكندرية، طبعاً إحنا بعدنا في شمال باب، وصورنا الشقق السكنية وشفتوا معاناتهم. انتقلنا إلى منطقة أخرى، منطقة محرم اللي يسموها منطقة ابن كاظم عليه السلام. بالتالي مثل ما تشوفون إحنا في مضيف إحدى العشائر العراقية الأصيلة، والجميع يعلم إنه العشيرة اليوم ومنذ القدم لها تاريخ مشرف وخصوصا في العراق. بالتاريخ القريب وخصوصا فترة 2014 كان لهم دور جدا كبير وعظيم، قدموا أبنائهم قربان للوطن، شهداء ذهبوا حفاظاً على تراب الوطن حتى نعيش بسلام وحتى تستمر الحياة. كانوا يدفعون بأبنائهم لحفظ العراق والمقدسات والموروث والتاريخ، كله كان بسبب أبناء العشائر. وبالتالي من واجبنا أنه نسلط الضوء على هذه العشائر العراقية ونتعرف على شخوصها وطريقة تفكيرها وكيف تتعامل مع الواقع اليوم في العراق، الواقع المتغير. وبالتالي رحبوا معي بهذه الشخصية اللي احنا هسه موجودين عندها، لكن بالبداية اريد هو يقول لي يعرفني بنفسه ويقول لي من هو تسلسله ورقم قائمه. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا نشرف بيك وشكرا لوقتك، وكذلك الاخوه شيوخ الله يحفظكم. اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين بالتفصيل. حياكم الله في مضيفكم ان شاء الله، مضيف قبيله الساده المعامره، مضيف الشيخ جمال عبد المهدي عبد الحمزه على الراشد، شيخ عشيره البوحسين قبيله الساده المعامره. الاسم الشيخ أحمد جمال عبد المهدي، مرشح المجالس محافظة بابل، قائمة أبشر يا عراق، رقم القائمة 143 تسلسل 5. فحياكم الله، حياكم الله وكل الهلا بكم، يا أهلا وسهلا بكم. أتمنى لك طبعا كل التوفيق. بس ردت أسألك يعني ليش رشحت حتى تصير عضو مجلس محافظة بابل؟ بالحقيقة رشحت نفسي، هذا كان عملي، كانت أمنيتي قبل سنة في هذا الموضوع، لأن أنا عمل موظف في ديوان مجلس محافظة وعندي خبرة بهذا المجال.
وتعرف التالي اليوم كشيخ عشيرة هم لي دور في قضاء حوائج الناس، والناس تطلب من عنده هاي شغلات، أبسط الخدمات الموجودة اللي هي من تعانيها المواطن، نقص الخدمات مثل المستوصف الصحي ما متواجد المنطقة، طرق، نقص بالمدارس الموجودة. تعرف إحنا عندنا مدرسة يعني من الخمسينات، مدرسة نصر الفيصل، فإن شاء الله أنا رشحت نفسي إن شاء الله أقدم خدمة لكل أبنائنا في محافظة بابل الحبيبة، ومن الله التوفيق إن شاء الله. اللي يشوفك يا شيخنا هسه يقول إنه أنت يمكن باعتبار صلب تواجدك وأنت رجل عشائري، فشو راح تقدم خدمات وأنت يعني وقتك كله المشاكل العشائرية؟ وتعرف اليوم رجل شيخ العشيرة اليوم ما عنده وقت بالضبط، وبالتالي يعني شو راح تقدر توفق بين عملك عضو مجلس محافظة بابل وبين الخدمات اللي دي تقدمها من خلال عملك أو تواجدك بهذا المضيف؟ والله كلامك حقيقة، بالنسبة أنا كل وقتي متفرغ لخدمة عشيرتي وخدمة ناسي، وشوف المضيف يعني ما فارغ، أكثر شيء اللي بالليل متفرغ وقتي يعني من الساعة 8:30 ل 12 بالليل يكون تواجدي، هذا اللي أقدر أحققه واستثمر وقتي بخدمة أبناء. في حالة كنت أنت موظف كعضو مجلس محافظة بابل، هذا تعرف دوام واجتماعات أسبوعية، اجتماعات كل 3 أشهر، تقييم لجان، أكيد أنت راح تصير إن شاء الله في لجنة العشائر من ضمن اللجان اللي موجودة في مجلس المحافظة، بالتالي قصدي أنه شلون راح تقدر توفق بالوقت، شلون تقدر تخدم، شلون تقدر تقدم برنامجك الانتخابي وتفعله، وأيضا تقدم خدمات لكل أهالي بابل. والله إن شاء الله العمامة موجودين إن شاء الله، وأخوتي عندي أخوي الكبير موجود المضيف يعوضون، وعندي ابن عمي حاليا الشيخ قحطان محمد علي الراشد إن شاء الله هو أخونا الكبير، وحقيقة إحنا مسعانا مسعى خدمة، فإن شاء الله أكون من يكفوا مكان إن شاء الله. الشيخ حسنيان الشيخ ابن الشيخ جمال عبد المهدي علي الراشد هم متواجد المضيف، وأنا أستعين بعمام إن شاء الله ما يقصرون، وبنفس الوقت أنا قلت لك يعني بالليل أقدر أستثمر وقتي بالليل. شنو رأيك بدور العشيرة اليوم، وشنو رأيك بدور رؤساء العشائر شيوخ العشائر، وشنو المهام اللي تقع على عاتقهم في هذا الظرف الذي يمر به العراق؟ حقيقة سؤال جدا مهم. اليوم رؤساء العشائر لهم دور كبير في الوقت الحاضر بحل النزاعات العشائرية وحل المشاكل، وده شوف انت يعني وضعنا كل مشاكل يعني في الوقت الحاضر أسألف لك يعني. سبق وأن احنا دور العشائر قبل 4 أشهر دعينا تقريبا أكثر من 350 شخصية من رؤساء العشائر من كافة العشائر مو مختصة بالسادة المعمرة، وضعنا من خلال هذا الاجتماع طلعنا بنتيجة حلوة اللي هي تناقشنا بها إلى 4 فقرات مهمة. أول فقرة هي شغلة المخدرات، تلافي شغلة المخدرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وهذا الموضوع حقيقة في الوقت الحاضر سيطرنا على جزء، ما أقول لك على سيطرنا في شيء كبير، سيطرنا على موضوع الرمي العشوائي، خوش هاي يعني بالموضوع تعرف من الصير فواتح، هذا الموضوع في شمال بابل أقول لك ما موجود في الوقت الحاضر، فهي مبادرة حلوة. خوش الرمي العشوائي كارثة، كارثة، والكثير ذهبوا ضحية هذا الرمي العشوائي. مشاهدينا الكرام يعني شكرا انه التفاته مهمه، طبعا ها مو بس بالفواتح حتى بالاعراس. وعندنا ملاحظه ثالثه، تعرف انت احنا انا كشيخ عشيره اليوم من انقل المشيات دال نشوف انه مجاملات بالفصول العشائريه كحق مواطن اليوم كديه المتعارف عليها، الديه احنا المتعارف عليها 5200 مثقال فضه، خوش احنا كل الفصول المتعاملين بها ما نتعامل كديات شرعيه، نتعامل كديات عرفيه ارضائيه،
اللي متعارف عليها هسه في الوقت الحاضر كانت 12600 هسه صارت 15 مليون. خوش تعرف هاي كحق مواطن من انقر الفصل ما يصير به مجاملات، يعني هذا الفصل مالته 15 مليون شو ال 15 مليون واضح. فيعني هاي الحاله موجوده ان شاء الله بالفرات الاوسط ملتزمين، تختلف عن باقي مناطق من نروح لهم من يصير القضاء والقدر. انا احكي لك بالقضاء والقدر وكنا معرضين لهذه الاشياء، فاكو تعاون. اما في مناطق ما بدي نذكر المناطق يعني مثل بغداد وغير بغداد نشوف يطلبون مبالغ تعجيزيه حقيقه، يطلب مبلغ 100 مليون او فوق ال 100 مليون وبعدين يجي يبدون ان شاء الله التنزيل. هنا ما عندنا، عندنا شغله حلوه انه يدخل وسيط بالموضوع، طرف ثالث يرتب الموضوع، واحنا كدورنا كشيخ عشيره عليكم السلام ورحمه الله، كشيخ عشيره نلقى الامور جاهزه ويفضل الموضوع بغضون ربع ساعه نص ساعه. فان شاء الله اكو يعني تعاون بالمجال العشائري هنا، واحنا دورنا دور خدمي، هم قدمين خدمه بابناء عشيرتنا وناسنا واهلنا والشيوخ الموجودين المناطق المجاوره بعده عشائر عندنا الموجودين المنطقة. وإن شاء الله إحنا عملنا مو بس إحنا مقدمين على مجالس محافظة، إحنا دورنا إحنا مثل ما تقول إحنا مباشرين بهالدور من ضمن الموقع عملنا مضيفنا. ممتاز. ذكرتني بملاحظة، ما أعرف أكو فد مصطلح عذرا يعني شيخ مأجر يأجروه بفلوس، ممكن يعني شوية توضح لي يعني والسادة المشاهدين أيضا حتى يعرفون شنو هذا، شلون واحد يتعامل وياه؟ هاي الظاهرة انتشرت حقيقة في هذا وقتنا. هنا أنا في مناطقنا شمال بابل ما موجودة هاي الظاهرة. هاي موجودة يعني هذا يتفق يدخل بقضية ويتفق ويا الشخص اللي هو المكلف مكلفة بالشغلة ويتقاضى في الشيء بسيط. بس احنا كرؤساء عشائر ما يقدر يواجهنا، لان يعني احنا من نقعد لازم شخص، انا الشيخ عشيره لازم شيخ عشيره مقابلي يواجهني على مود يصير اتناظر وياه بالكلام والحديث واضح. فهذا راح ينكشف يعني انت تميز. نعم لازم اميزه انا، يعني ما يصير اقعد ويا هذا لان يعني مو جيبي له هذا واضح. يعني هو شو تكون يعني مواصفاته؟ يعني هو مواصفاته معروف، لا دائما عصبي، مو بشكل احنا مسيطرين هادئين واضح. يعني احنا عصبي نعم على مود يخطئك يتقصد انه يفتعل شغلات عصبيه بالديوان، دائما يكون ما مرتاح واضح. احنا هاي ما عاملين بيها، يعني ما يكون هذا جيبينا ونظيرنا بالديوان. وش تسوي؟ احنا اريد جيبي لك عم، انت مو جيبي لي واضح. ما اطرده، احكمه فشله بالديوان بهذا كلامي، كلام مختصر خير الكلام ما قل ودل. يعني احنا رؤساء العشائر معروفين، معروفين في كل المحافظات من خلال عملنا ومن خلال تجربتنا، نحن نعرف هذا الشخص هذا، فما يقدر يتحاور ويانا ويتناظر ويانا بخصوص المجال العشائري. الحمد لله والشكر احنا متوارثين هاي المهنه ابا عن جد. المتحدث وياه كان احمد ابن الشيخ جمال ابن الشيخ عبد المهدي ابن الشيخ عبد الحمزه العلي الراشد، فثايا قديمه واحنا ساده مسويه قبيله الساده المعامره، واحنا بخدمه الجميع ان شاء الله. حفظكم. شيخنا مثل ما نعرف انه السناين تختلف بين محافظه ومحافظه. نعم. بالتالي ايضا هاي مشكله. شلون تتعاملون وياها؟ السناين من ناحيه الفصول العشائريه او من يا جانب؟ من ناحيه الفصول او في كيفيه التعامل مع المشكله لا على التعيين. يعني هاي العشيره تتعامل بطريقه تختلف عن هاي العشيره. تمام ولا مو تمام؟ هاي عندنا هنا في شمال بابل او بالفرات الاوسط. سناينا ثابتة. بالجنوب؟ يعني لا أكو اختلاف. بالغربية؟ أكو اختلاف. نحكيها الصراحة أكو اختلاف. أكو اختلاف. شلون تتعاملون وياها؟ بالإقناع، شلون؟ بالتسامح. هيك مواضيع ندخل طرف ثالث. طرف ثالث يهدئ الموضوع بين الطرفين. وحقيقة الطرف الثالث إلى حتى من روح المشي إلى حصة بالفصل. يعني كتوجيب كأطفاء فتنة. واضح؟ لأن هذا باعتبار هو له دور كبير بهذا الموضوع. فحتى بالفصول يذبوا له كذا من الفصل ولا توجيب خاص. المهم يطفي المشكلة. نعم، له دور كبير. بالتالي أنتم كعشائر ممتثلين للقانون
لو ضد القانون، لو تصرفون بكيفكم حسب قناعاتكم وسناينكم. بالعكس، القانون فوق الجميع. احنا اكو شغلات، احنا كل الشغلات تضل على القانون حقيقة، اقول اعتبرها طامة كبرى. هاي دور العشائر دور كبير موازي. نعم له دور يعني كبير باطفاء الفتنة وتقليل المشاكل، وبنفس الوقت تمتثلون القانون بالفعل. شلون احنا اكثر المشاكل مثلا تجينا مشكلة بيها حقوق ناس، بيها مظلومية، تمتثل القانون، تعرف التهاية من يتوازى يجي للملك الشيخ العشيرة، احنا نستقبله. يعني لازم يكون لنا إن دور باطفاء الفتنة، فيصير تراضي بين الطرفين وتقريب وجهات النظر. زين، الدقة بعدها موجودة لو لغيت له؟ بالفرات ما عندنا، بالفرات الوسط ما عندنا دقة عشائرية، هاي لغت. لغت. هاي يعتبر عمل إرهابي. واضح؟ ما عندنا. ماكو، نهوة. هاي نقول نسبة يعني هي شبه انتهت إن شاء الله، ما عندنا هذا الشيء، بس باقي يعني جزء بسيط. باقي. مسألة تثقيف أبناء العشيرة. ودعمهم من أجل الوصول في مراكز متقدمة بالدولة، الحصول على شهادات دراسية عليا حتى يكونون يعني هو رجل عشيرة ولكن هو يملك شهادة أكاديمية ممتازة، بالتالي وعيه وإدراكه راح يختلف، خدمات اللي يقدمها راح تكون أرقى. فأنتوا بهذا الاتجاه؟ بالفعل عاملين بهذا الاتجاه. بس إحنا في الوقت الحاضر تعرفت صارت التعيينات صعوبة تحصل عليها، صعوبة. يعني تعرف هسه كمنطقتي، منطقة محرم، منطقة ابن الكاظم عليه السلام، تفتقر هواي شغلات، مو بس تعيينات. يعني التعيين مسألة الرعاية الاجتماعية اعتبرها في شيء بسيط، هذا من حقه. يوم هو مواطن يريد يمتلك على فشيء يريد يعيش به، ما عنده وش. احنا نطمح ان شاء الله بالمستقبل، ان شاء الله مقبلين على مهمة ان شاء الله اعتبرها مهمة صعبة. الهدف منها هو خدمة ابنائنا للحصول على فشي بسيط اللي يأمن عيشته، مصدر عيشه. وان شاء الله خير، وان شاء الله مبادرة خير ان شاء الله، واحنا مدعومين ان شاء الله من عمامنا بخصوص موضوع الترشيح مالتي، ومو بس عمامنا الخاصين، يعني محافظة بابل كلها من أصدقاء من كافة العشائر. أن الهدف من عدها هو إن شاء الله الوصول إلى هدف وتحقيق موضوع الانتخابات. وهذا موضوع إذا تجي من الناحية الدينية ومن الناحية الوطنية ومن الناحية الإنسانية ومن الناحية العشائرية، وموضوع خدمة هذا. وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. احنا ايضا بدون يعني ندعو لك بالتوفيق، وان شاء الله يعني تقدم خدمات كبيره، واكيد ان شاء الله يعني تكون انت في لجنه العشائر اللي راح تكون لها تاثير ايجابي مهم جدا في رفع كل القرارات وكذلك المقترحات لرئاسه المجلس بغيه تطبيقها على ارض الواقع. ف اتمنى لك كل التوفيق. بس كنت اتمنى انه احنا اول ما جينا عليك في بدايه الشارع شفت مدرسه، ممكن نروح لها؟ اي ماكو اشكال، لان بصراحه فد ملاحظات صارت علي. اي شيخنا، هسه هاي المدرسه اللي انت ذكرتها واللي احنا من دخلنا هم شفناها بدون سياج. بالتالي هاي مشكله كبيره يعني حقيقه. ناشدنا بهذا الموضوع اكثر من جهات، وهذا موضوع بسيط. يعني انت دا تشوف منطقه كبيره، تعداد سكانها اكثر من 500 عائله، 500 بيت، وكل الاطفالها موجودين بهاي المدرسه. تفتقر الى موضوع بسيط هو سياج. هذا السياج مو فشي صعب في الوقت الحاضر، مو بس هيك شيخنا، يعني لو تلاحظ قريب عن الشارع، قريب عن الشارع. نعم. يعني اذا لا سمح الله اي واحد يجي سريع ما يلحق مثلا. اي والله صار مو هواي، صارت حوادث، ادخل دايركت هنا، صارت هنا. اي والله جسر مشات مو شيء صعب، لان احنا كل سنه يروحون لنا 3-4 طلاب دهس بالسيارات. فجسر المشات احنا نطالب من مدير تربيه بابل، من وزير التربيه، زين، خلال مناشدتكم ان جسر مشات. انت تدري جسر؟ نعم، جسر مشات للطلاب.
اها بس من المنطقه, بس من المنطقه كوجهاء المنطقه اهل المنطقه بخصوص يعني السياج, لان هذا الشارع بس اي سياره هسه قبل شويه راد يصير حادث بالفعل قدامه قبل شويه صار على كله. فان شاء الله يعني هاي بعد ان شاء الله من خلال قناتكم توصلون رساله ان شاء الله خوش انه المنطقه منطقه كبيره وهاي المدرسه تفتغل على شيء بسيط هو سياج, وراح تلتقون انتم ان شاء الله مدير المدرسه. عفوا شيخنا يعني مساله المدارس, شوف هاي مدرسه قديمه تمام لو تمام, مفروض يعني تنبني بمكان مدرسه جديده عصريه بها خدمات, انا متاكد هسه خدماتها صحيه مو زين. سبق وان تبرعت بقطعه وموجوده و مساحتها نعم دونم, مساحتها دونم ونص, وتبرعت بقطعه من الارض مستوصف صحي. بالنسبه لهاي المدرسه مدرسه قديمه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الاخير من هذه الحلقه من برنامج ابشر. احنا ما زلنا مستمرين وياكم مشاهدينا, احنا حاليا في مركز المسيب في بابل, واستكمالا لموضوعنا وهذا الموضوع المهم اللي هو مسألة واقع التعليم بالعراق وواقع المدارس ايضا بالعراق, بالتالي معنا شخصية اخرى ومرشح اخر ربما لديه افكار جديدة طرق جديدة للتعامل مع الواقع اللي يمر به التعليم بالعراق تحديدا في بابل. فشكرا لمن ساعدنا في أن نصور هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة, لكن خلوني أعرفكم على أستاذ كريم حتى نبدي وياه رحلة معرفة الأفكار والمقترحات والبرنامج الانتخابي اللي هو مخصصة في حالة فوزة كعضو مجلس محافظة بابل. أهلا بك أستاذ كريم. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل النهوض بالعملية التربوية ورفع المستوى العلمي للمحافظة وأخيرا العراق بعد تكامل وتلاحم جميع أطيافه وأطيافه إن شاء الله. اسم حضرتك بالكامل؟ أستاذ كريم فرحان المسعودي, قائمة تبشر يا عراق, رقم القائمة 143 إن شاء الله, تسلسل 26. شنو سبب أنه فكرت تكون عضو مجلس محافظة بابل؟ أخدم أهلي وناسي, هدفي هو الأول والواقع التربوي بالأساس, لأن من ضمن اختصاص إن شاء الله ووضع المدارس والتربية كلكم عايشين وشايفينه هو الواقع المزري للتربية, من قانون ضعيف لا يخدم المعلم وخدمات قليلة, زائدا الوضع الاقتصادي الصعب للأستاذ التربوي اللي يعاني منه جميع الخريجين والتربويين المعينين حاليا. زين انت شنو اختصاصك؟ شنو مكمل دراسة؟ مكمل دراستي, خريج بكالوريوس تاريخ, ولدي شهادة ثانية هو دبلوم انجليزي, وشهادة ثالثة دبلوم زراعة ان شاء الله. ممكن تحدثنا عن برنامجك الانتخابي؟ والله البرنامج الانتخابي اللي الكل تسعى إليه وتحاول, مو نقول كلنا نصلحه, نحاول نصلح الأغلب إن شاء الله, هو الواقع التربوي أولا, الواقع الصحي كذلك, الواقع الاقتصادي, ورفع القدرة الشرائية للمواطن إن شاء الله بجهد إمكاننا إن شاء الله. إذا نريد نتحدث عن واقع المدارس, مدارس الحكومية, خلي نبدأ بالمدارس الحكومية. يوم المدارس الحكومية أعداد كبيرة من التلاميذ والطلاب في صف لا يستوعب هذه الأعداد, 50 طالب وأكثر, وفي وضع إمكانية الصف محدودة, شلون يفتهم الطالب؟
والله هي قدر المستطاع يعني يقدر يفتيهم الطالب. من عندك أكثر من 50 طالب، وأغلب المدارس الموجودة هسه حاليا هو دوامه ثلاثي ثلاثي، يعني الدرس 30 دقيقة، 30 دقيقة المعلمة والمعلمة ما يلحق يذيع اسم الطلاب، ينتهي الوقت فالطالب ما راح يستفاد. يبقى تعاون الأهل مثلا، الجهد الكبير هو والأكثر على أهالي، هذا واحد. ثانيا أكثر المعلمين والمدرسين المفروض نسن لهم قوانين، هو يبقى بالدوام الحكومي ما يحق له يداوم بالمدارس الأهلية، لأن ما راح يبذل كل جهده إذا عنده تدريس بالمدارس الأهلية. راح يعني بهاي النقطة لازم زيد راتبه. والله هاي بقت بإذن الله نحاول بإذن الله، لأن هو الحلول إنه حتى يقدر يتوازن ويقدر يعني تعرف الحياة أصبحت اليوم صعبة. نحاول نوضع له حلول مستقبلية إن شاء الله للمدرس والمعلم بإذن الله إن شاء الله. شنو هاي الحلول؟ حلول مثلا نقدر زيادة مخصصات أو مقطوع، مثلا مخصصات مقطوعة للمعلم مثل ما موجودة بقية الوزارات. يعني هسه شوف لو تجي أكو تفاوت بين الوزارات بالرواتب، نفس الشهادة نفس الخدمة بس أكو فروق بين فلان وفلان، هذا بالوزارة الفلانية وهذا بالوزارة نحاول إن شاء الله بجهد إمكاننا نقدر نغطي هذا الشيء بإذن الله. وإحنا هسه قاعدين أنا وياك، هذا وضع الرحلة في هذه المدرسة، يبدو أنه هي رحلة زينة يعني مو؟ هاي نموذج، هاي الرحلة هسه خلوها لنا تعتبر نموذج بالمدارس، لأن تنقص كل المدارس مثل هاي المدارس بائسة، ينقصها مثلا المي، رحلات ضعيفة متهالكة. يعني شلون نموذج يعني هسه مثلا هاي الرحلة هالشكل ما بيها مثلا طالب يخلي غراضه كتابه دفتر اللي جابوناها باللقاء تعتبر جيدة، هاي كيف اللي ما جابوها شلون وضعها اكيد يعني وضعها مو الرحلة يصير بيها فشي اخر حتى مال جنطة، مكان جنطة خانة ثانية لازم يصير بيها خانة خانة ثانية بيها جنطة والعدة. نعم نعم عدة الطالب اكيد 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 نعم. شنو مشكلة الرحلات؟ والله ترجع بالاخير المحصلة النهائية هو الفساد. الفساد نعم. اللي وين بالتحديد يصير؟ الفساد هو اكيد اكيد فساد بالمديريات، اكو قسم مثلا يحصلون مقابل مثلا الرشاوي يعطوك اول واحد، او اجوا هسه احنا شايفين هنا بتربية باب المنتج وجبة رحلات يبدون يخابرون المدراء اللي يخصونهم بالبداية يستلمون، من تجي انت من قضاء وناحية تروح عليهم يقول لك والله وزعناها خلصا، بس هي بالأساس المفروض توزع على الكل بالتساوي. يعني المفروض لجنة التربية بمجلس المحافظة شو تسوي؟ لجنة التربية هو شغل كله لجنة التربية بالمحافظة، لازم تخلي لجان تشرف على هاي الشغلات من مخازن من تربية إلى آخره. هي لجنة تخلي لجان؟ لا تخلي لجان، أنا إذا مسؤول لجنة التربية أخلي لجان مثلا بالمسيب يشرفون شو مفتشين تربويين بالضبط، مدرسة فلانية هيش بيها كذا فتشي هذا السلبي فلان، ونحاول بجد مكان نحن إن شاء الله نقدر نعالج هذا الشيء. بالنسبة للرحلات هذا معمل مال تصنيع الرحلات تابع لوزارة التربية؟ الرحلات المستهلكة دائما تسلم كتاب للمخازن مال التربية، مخازن التربية من عتها رحلات جديدة أو نظيفة نقول يعني مقبولة تنطيه للدارات كتاب استلام وتسليم، ولا ما عتهم ينتظرون تجي وجبات مثلا من الوزارة أيضا تجي على شكل وجبات توزع على المدارس. قبل ما يعني نجي لهنا ونصور ويا حضرتك، صورت في مدرسة مديرة المدرسة قالت أنه أنا بحاجة إلى صبورات جديدة، صبوراتي مدى تشتغل بشكل صحيح، يعني وصلت مرحلة عمرها الافتراضي انتهى، بالتالي ايضا هذا وحده من المعوقات اللي يعاني منها المعلم اثناء يعني الدرس شلون يوصل ماده. يعني حقيقه انا اريد انطي درس للطالب او التلميذ حتى يفتهم، مو لا صبوره بها خير لا رحله بها خير لا جامات بها خير لا كهرباء ماكو، زين شلون بهالحاله؟ والله هي اكو مهم واكو اهم، صار اكو مهم واكو اهم. المفروض شنو قبل العام الدراسي كلها تتوفر بالعطلة الصيفية لازم وينهم؟
وهاي مسؤولية منه؟ مسؤولية مدير المدرسة، معاون المدرسة. مدير مدرسة مثلا تلقاه إنسان سوي مخلص، تلقاه بهاي العطلة الناس اللي ترتاح بها هو يجيب النجار، يجيب الحداد، بحيث من داوم الطالب بداية السنة يلقى مدرسة جاهزة كاملة. والفضل الكبير هو للمدير، مو للتربية ولا للدعم الحكومي. أكوش مدار وأكو لا العكس، أكو يجي بالدوام حالة حال الطالب اللي جاي أول يوم مداوم المدرسة. هذا شو لازم واحد يتعامل وياه؟ هذا دور الإشراف التربوي. نعم، مديرية هو الإشراف التربوي، يشرف على الكل على مستوى علمي على إداري على. إحنا فعلا إشراف تربوي عندنا، لو يخضع للمجاملات المشكلة. عندنا إشراف تربوي بس الأغلبية يخضعون للمجاملات. يعني أنت مثلا عندي صديقي مدير بس مو كفوء حشاك، يعني تلقى الكتاب الشكر مالتك موجود وانت يجوز داقلك بسمار مرحلة. اكو مدير فعلا ممتاز يستحق اكثر من كتاب شكر، حاله حالي مدير ثاني ما حد يعرفه يعني. فاكو تفاوت يعني زين هسه احنا في مدرسة. طبعا شكرا لإدارة المدرسة على مساعدتنا في تصوير هذا الجزء من هذه الحلقة، ولكن من نشوفها مدرسة قديمة حقيقة متعبة، ما أعرف يعني ليش ما تتحدث مدارسنا القديمة، ليش ما تنبني بمكانها مدارس جديدة؟ يعني أكو شخص يداوم بالداخلية، ما أعرف بالشرطة الاتحادية، مشاهدين الكرام، بنى مدارس وبنى بيوت وهو من التبرعات وجهد شخصي، جهد شخصي تمام لو متمام. زين هاي وزارة. أنا كنت مدير مدرسة النجاح الابتدائية بسدة الهندية، كانت مهيكلة، ونداوم بثانوية البنات، ثانوية البنات السدة للبنات. فكان عضو مجلس محاوط بابل أقربائي، عضو الأبنية المدرسية. رحت قلت له أنا جاية خسران كروة من جيبي، يمكن ظلت أكو أكثر من شهرين أتردد، الكراوي كلها من جيبي، لا دولة ولا حكومة، يعني شغلة إنسانية. قلت له أنا ابن عمك وهاي المدرسة واقعة منطقة شعبية، وأريد الفزعة مالتك وياي. فالرجل انتخالي، سويت طلب وكمل لي إياه وعرض على المقاول، وهسه الشاهد مدرسة النجاح موجودة يداوم بها مدرستين، صايرة على الشط بسدة الهندية. والكل الملاك وغير الملاك والمنطقة يشهدوا لي من كنت مدير بها. سلامتك. مسألة الكتب، ليش ما يسمون كتب قبل بدء الدوام الدراسي؟ اي والله هاي يرجع للسبب، لوزارة التربية موجودة مطابع عراقية إلا احتمالك في شخصيات تأثر عليهم، ولا أنت عندك هاي سنة كاملة هسه وزعوا الكتب دي يدامون من ناس سنة اللف 12 شهر ما يقدرون يهيئون مال السنة القادمة. يغيرون مناهج كل سنة، يغيرون مناهج. من يغير منهج أكو يجي كتاب يا بهذا. ليش كل سنة أغير منهج؟ ليش؟ مو منطقي. بس ظروف الصحية من أحداث ذاك المرض من صار بقت كورونا، نعم مجبرين غيروا من المناهج، اختصروها حذفوا لما يلحقون الطالب يداوم يومين بالأسبوع، هذا حق قانون وشرع يعني. بس هسه حاليا هو منطقيا انه المنهج الدراسي كل سنه يتغير او تضاف له مواد يصير قليل جدا، ما يتغير قليل جدا يتغير به. هسه مظاهرات طالعه عشان يردون يقلصون من المنهج على الحذف مال العام، يا بدوام اعتيادي ليش على الحذف؟ هسه اكثر الناس واحتمال راح يجي الحذف مال هاي الكتب احتمال. اكو عندنا مشكله اخرى، طبعا المشاكل في وزارة التربية والمديريات والمدارس مشاكل كبيرة حقيقة. حماية المعلم، حماية المعلم يعني المفروض يصير تركيز من كل الجهات مو بس إعلام. فما أعرف أنت شنو وجهة نظرك؟ والله وجهة نظري أول قانون نشتغل به هو قانون حماية المعلم، ويستحق أكثر، لأن المعلم مظلوم من ناحية المادية، وأكثر هسه تشوف المعلمين أغلبهم دا يشتغلون شغلة ثانية وهاي مو واردة. لو هو إنسان مدعوم مثل القاضي وغيره ما يجي قانون ثاني ما يسمح له يشتغل شغلة ثانية، بس الواقع غير شكل.
واقع غير شكل عندنا نعيشه. المعلم يخاف بالآونة الأخيرة، المعلم يخاف مثلا يأدب طالب. أكو طلاب مسيئين يتعامل ويا المعلم على أساس أنه هو يعني وجودك وعدمه نفس الشيء. بالتالي إحنا على وقتنا ما كانت الأمور هالشكل، كنا نخاف من المعلم وكان يضربنا المعلم. أنا مدى أشجع على الضرب ضرب الطالب لا، بس على أقل تقدير لازم يصير احترام وتقدير. لا المعلم ما يخوف هسه، فشلون بهالحالة؟ قانون رأساً يقولوا له أنت مشمول بقانون سيء الصيت، إذا يضرب له يضرب له طالب، فبجهدهم كان هو يحاول يعني يجامله ويجنبه، والتربية كلها ويا الطالب، ما حد يعذر المعلم حتى وين يعني اعتدى عليه أكثر من الطالب يعتدى على المعلم، فالتربية ما تعذر. رأساً يجي قانون عقوبة ونقل خارج المدرسة. إذا تعرض المعلم ما يخالف، إذا تعرض المعلم إلى إهانة من قبل طالب شو يسوي؟ يقول لك تروح تقول للمدير. تقول للمدير بس، هو المدير يتصرف. ولا الطالب يستفز المعلم؟ نعم عادي. أنا كنت بمدرسة داوم أكو تلميذ حتى ضرب معلمة، يعني شو يسوي؟ فإجت قالت المدير إجا فلان الخاطر علان، ورجعت الأمور طبيعية يعني. وهذا شيء صحيح؟ أكيد لا، أكيد خطأ. هذا يحتاج لتثقيف، يحتاج لتوعية، ما يصير. لا تنسى احنا هم عالم ثالث، يعني ليش عازلين عالم ثالث؟ لان هذا مستوانا احنا. بس احنا العراق بكفاءات وامكانيات، والدوله تعبت عليكم وعلينا، وبالتالي احنا لازم يعني نقدم خدمه حقيقيه نتعب نفسنا شويه. هي فتره عمريه كليتنا نعيشها، وراها نتوقف عن ممارسه الحياه، تمام لو تمام. فهاي لازم نقدم كل ما عندنا من طاقه، من ابداع، من يعني من ثناء، نرجع هذا الكرم اللي نظرنا يا العراق في سبيل انه نخلق مجتمع حقيقي صحي، تمام لو مو تمام. صحيح والله، الحمد لله هذا هسه الواقع بدنا نشوفه ونعيشه، مو بدنا نشوف بدنا نشوفه ونعيشه. المعلم يوهان المعلم، شنو مسموعاتك عن مجلس المحافظه؟ شنو مسموعاتك عنهم؟ شنو الصوره النمطيه اللي مترسخه باذهان المجتمع البابلي؟ والله نحاول نصلح الخطا اللي عشناه مجلس المحافظه. من تروح ويطوك ظهره يطيك عضو مجلس المحافظة، من تروح نحاول نقدر نصلحها أو ما نصل هالمستوى هذا من هالباب هذا. والله شلون تصلحها؟ يعني مثلا شكوى، مثلا تشتكي على شخص فلان ولا أمر فلان تجاوز عليك وغيره، يحاولون بجد الإمكان يأخرونها أو يضمونها أو يدزون على ولي الأمر. مو إحنا ممكن نتخذ في الطريق ثاني، مو ناخذ حق المعلم. شنو الخطط اللي انت كاتبها حتى تقدمها المجلس المحافظ؟ اكو عده خطط كاتبها حاليا لتطوير واقع التربيه والتعليم اليوم بالعراق. والله اولا تاكيد اكيد على القرطاسيه، واحاول بجهد امكاني ان شاء الله اذا صرت مسؤول التربيه باذن الله بجهد امكاني اخلي المعلم والمدرس امنع من الخصوصي بالحكومه، اخليه حكومه فقط، ما اخليه بمدرسه اهليه. ليش تمنع من الخصوصي؟ هو دي يؤدي واجب الصبح والعصر يدرس خصوصي، ليش تتمنع؟ بشكل صحيح استاذ، انا تربه واعرف ما يؤدي بشغله الصحيح، وكبي على بعض الطلاب ما يركز عليهم في سبيل يجي، والابو والامر يحتار يقوم يدين ويجيب الابنه يستقرض وينطي للمدرس الفلاني للمدرس الفلاني، وهذا الواقع مو غريب مو بعيد عليكم، كنا عايشين. يقول لك انا راتبي قليل، ايش قد رواتبهم؟ مو مجبر راتبه قليل بس مجبر ياكل حرام؟ مو احنا نريد يعني قانون يحميه وبنفس الوقت نطبق هذا القانون، من نشرع وراء التطبيق وراء التشريع. يعني بهاي الطريقه انت تشجع انه الاستاذ يروح للمدارس الاهليه ويترك الحكومه؟ المدارس الاهليه الحكومي هو ملتزم يوقع على قانون عدم التدريس الخصوصي، والاهلي موجود المتقاعد، مو تمام؟ موجود المتقاعد، موجود الخريج، هم اسمح له مجال الخريجين ما عندهم تعيينات يدرسون بالمدارس الأهلية، هذا ينافسه هو أصلاً عنده راتب، هسه حالياً ده يدرسون طالع متقاعد وراتب 2.25 أو 1.600 زملائي، ويروح يدرس ب600,000 حتى كرامته يمكن ما حافظها، يجي المستثمر الكل بالكل مع العلم القانون يقول المستثمر ممنوع يدخل المدرسة، بينما يطوب حتى للشعبة يرزل المدرس يرزل المعلم، وهذا يكون ذليل أمام ذن الفلسين الطويل. أنا أشكرك جداً، راح نأخذ فاصل ونرجع مرة ثانية. مشاهدينا فاصل ونواصل، كونوا معنا.
اهلا بكم بالجديد مشاهدينا الكرام. استاذ كريم، منين تمول الحمله الانتخابيه مالتك؟ مول الحمله الانتخابيه اكيد حاسب لها في الحساب، فتعد عادلها بالبقيد يعني، والله قدر المستطاع، ما نقدر شيء، خاف يقولون الزنقين يخطفون. الله يحفظك، الله يحفظك. يعني راصد مبلغ ان شاء الله مجمعه من تقاعدك ان شاء الله؟ لا، نتمنى لك كل التوفيق استاذ كريمي. بس تعرف ان لازم تسوي فلكسات وسوي كذا وتبي تنشرها. الحمد لله الحمد لله، محسوب لها صار زين. ارجع مره ثانيه للمدارس، ليش ما يبنون مدارس هنا بهاي المنطقه؟ كم مدرسه يحتاجون حتى يغطون هذا العدد الكبير من الطلاب؟ اول مره استاذ خلي يكملون المدارس هاي المهيكله، سووا وحده هسه هنا عندنا المثنى، وبقيه المدارس اغلبها بعتي ما مبني يعني من القاع. تمرينا من يوم مدرسه ايه لقيناها قصه بالضبط. هاي كانت متوسطه تلمسيه بالقديمه، متوسطه مثاليه، خرجت علماء، خرجت فطاحله، فكانت بيها المي صاعد، احنا نسميه النزيز مو، وحسبوها حاله حال مدارس الاهلي السقوط، ومن بدايه السقوط فلشوها، ولحد الان تسمع صوتك هسه صارت مكانها كله انقاض. مثل هاي المدرسه العريقه يفترض يعني وزاره التربيه والابنيه الابنيه المدرسيه مال بابل المفروض تفتح عليه الشغلات وتدعم هاي يعني قطاع التربوي مهم جدا. انت اذا تريد تصنع مجتمع، من يقوم المجتمع غير المعلم؟ تبدا من المعلم. هاي وحده. اضافه اكو مناطق مثل عندنا حي المعلمين بقد مركز المسيب 4 مرات يطلعوا 5 مرات بمدرستين، حي معلمين كامل، حي معلمين الاولى لا مخصصه بقاع البناء مدرسه ولا اكو مدرسه، يعني مقسومين على النص، النص تجيب للمركز ولسم خطوط، ونص تجيب للحي الثاني اكو مدرسه تحطين اسمها، ناس على حطين وناس على المسير يجيبونها، ما مجبور العالم مدرسه بابا مصير. هاي المدرسه استاذ كريم ايش قد تكلف بناها؟ ايش قد يكلف؟ بالنسبه للدوله مثل ما يشربون شاي يعني. زين ما اتصور تكلفهم شيء. زين هاي وحده. ثم التربيه، عوف الدوله والميزانيه، التربيه كل سنه ميزانيتها ايش قد؟ انا واحد من الناس تربيه بابل، انا واحد من الناس دخلت الدوره بال 2015. هاي الدوره يحسبوا لك عليها مخصصات يوميه، تروح نقل مخصصات نقل، ما اعرف ايش قد. كملت الدوره 7 سنين اروح عليهم يقولون بعد ما جتنا الفلوس، طلعت تقاعد ولحد الان انا متقاعد اطلبهم فلوس، قلت في سبيل الله خلينا تروح لهم بالتربيه. فالتربيه يا رب افهم من كلامك اكو عشوائيه بالعمل. عشوائيه بالعمل، ماكو تخطيط، ماكو كذا، اكو خاطرانيات، اكو يلا مشيها شلون ما كان، يلا هو هذا الموجود مو؟ اكيد. كنت اداوم بالتسعينات مدرسه اسمها الدرعيه هنا على ناحيه السده الهنديه، الصور خذوا المقاولين فازين من نفس السده مسؤولين، انطوه المقاول متواطئ وياهم، بنوها شيلمان. اكو هسه مدرسه تنبني شيلمان؟ ها لو جرم يعني عقاده بنوها، وصار لها يوم اكثر من 5 سنوات النوب خلوها مره الثانيه هاي للسقوط، مفلشوا ذيك وين تسمع صوتك ذبوهم على مدرسه ثانيه يداومون بي. زين انا اشكرك جدا، اتمنى لك كل التوفيق استاذ كريم، وان شاء الله ربي تكون عضو مجلس محافظه بابل ان شاء الله، وتكون لك حظوه كبيره ان شاء الله، وتخدم هذا مجتمعك، تخدم مدينتك من خلال اختصاصك اللي عشت به سنين وقدمت خدمه كبيره لشريحه كبيره من المواطنين العراقيين. اشكرك جدا. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر، واللي هي خصصت لمجموعة من الأخوة تخص خدمات وأيضا مرشحين. الهدف من هذا الموضوع أنه إحنا نركز على أنه أكو عندنا ألم وأكو عندنا تحديات، لكن أكو بارقة أمل. ختمنا مع الأستاذ كريم اللي هو تربوي وظل فترة طويلة بهذا المجال، لكن أنا عندي فد ملاحظة بسيطة. المعلم شمعة تنير طريق الأجيال، رجاءً الشعارات
اللي تكتب على المدارس خلينا نطبقها فعلا. مدرستنا بيتنا، حبي لوطني يدفعني إلى الجد والاجتهاد. خلي نكون شوية حقيقيين، يعني مو مجرد شعارات نكتبها وخلص، نجيب خطاط ونخليها على المدرسة. لا، لازم نوعي هذا التلميذ ونحفظه، مثل ما نحفظ النشيد الوطني، مثل ما يحفظ اسمه واسم أبوه. لازم يعرف أنه هاي المدرسة هي بيته الثاني يتعلم بيه، ولازم يعرف أنه هو لازم يحافظ على الرحلة، الصبورة، الكتاب. الجميع أمام مسؤولية كبيرة، طلاب على مستوى العراق بالملايين يحتاجون إلى عناية، ومعلمين ومدرسين كذلك بالآلاف يحتاجون إلى دعم. من أسوي قانون لازم أحسب كل النقاط اللي تحيط بالمعلم، إيش محتاج، إيش يريد، وين نقاط القوة، وين نقاط الضعف. مو أجي بس أصدر قانون وبعدين تبدأ المشاكل ويبدأ المدري شنو. لذلك أتمنى أنه الناس تغير من هذا الواقع بانتخابات مجالس المحافظات، تنتخب الأصلح والنزيه والكفو والوطني. أرجوكم أرجوكم، وابدأوا من التعليم حتى تطلع عندنا أجيال جديدة محبة للوطن، ذاكرتها مليئة بحب الوطن. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر، إلى اللقاء.